الشرط من ناحيه شويه المريض قدام كل خبر مثلا تشخيص مرض مزمن ضمن برنامج الأستاذ الزائر التي تبنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استضافت جامعة الكفيل وكلية الطب فيها الأستاذ الدكتور سرمد نديم استشاري الطب النفسي والتدريس المشارك في جامعة مانشستر في المملكة المتحدة لمدة يومين. كان جدول الأعمال حافل، حيث كانت هناك محاضرات متعددة سواء كانت للطلبة أو للتدريسين في الجامعة، إضافة إلى ضيوف خارجيين حضروا بعض المحاضرات النوعية. بالنسبة لموضوع الطلبة كانت معظم التركيز حول موضوع كيفية تخريج أو العمل على تعزيز نوعية مخرجات كليات الطب من خلال محاضرات خاصة سواء كانت نظرية أو تطبيقية حول مهارات التواصل. الفكرة من موضوع التواصل هو كيفية تخريج طالب قادر على التعامل مع الظروف المختلفة، سواء كانت ظروف نفسية للمريض أو ظروف عامة، أو كيفية التعامل مع الفريق الطبي المشارك ضمن العامل مع نفس الطبيب. علمنا شلون رح شلون نتعامل مع المريض بصوره صحيحه، لا نكون وياه غضبانين، نتعامل وياه بصوره صحيحه، نهدئ وضعه، خاف مثلا اذا كان مرضه مزمن او كان مرضه خطر يؤدي الى الموت لا سامح الله، نعرف شلون نهدئه، شلون كذا، لان اذا التفاعل والضرر ويمكن حاله نفسيه تضاج او كذا راح يتضرر اكثر من اللازم. فاجا دكتور سامر نديم من جامعه مانشستر، شرفنا في جامعه الكفيل، علمنا شلون احنا كطلاب شلون نتعامل مع المريض بصوره صحيحه ومنتظمه. رحيم، اتشرفت بدعوه من جامعه الكفيل لاداء محاضرتين وورش عمل لطلبتنا، وبنفس الوقت تقديم محاضره للاساتذه. اللي لقيته مستوى عالي من التنظيم والاعداد والخدمات المتوفره والبيئه المناسبه لطلبتنا، ان شاء الله بانه يحصلون اعلى المستويات من المناهج التعليميه والتدريب ان شاء الله، لكي نخرج اطباء على مستوى عالي تليق بمقام جامعتنا العزيزه علينا. جامعة الكفيل، إبداع وتميز ورصانة.